صح جبت هالسنة بتعبي، بس الخاطر أهلي تهون، يكفيني فخرا لو خليت أهلي بي يفتخرون. الطب العام حلمي وحلم كل طالب، بعد تعب وعناء 12 سنة. الطموح كلمة مو سهلة، يحتاج لها قلب شجاع وصبور، كلنا طاقة إيجابية وتفاؤل، ذاك الحلم اللي ينبض بداخلنا. تعالوا نستمع للنصايح. نصيحة للطلاب الساس دائما هي بتحتاج مراجعة مرتبة بصورة عامة، ومدرب التركيز على الجانب الفني أكثر من الجانب. شكرا على النصيحة. طالب معدل اسمات صيبوا 57، وتوجهكم نصيحة بشكل عام لكم. يعني أول شيء شلونكم، شو أخباركم؟ بالنسبة لي أنا طلعت معدل 98.57، طبعاً كنت مسجلة خصوصي، وبنفس الوقت كنت يعني باقي أقرأ من العطلة الصيفية الطويلة، تقريباً قراءتي كانت بحدود 15 ساعة باليوم. فشو اسمه، واجهت طبعاً صعوبات وامتحانات وضغوط، لكن الحمد لله والشكر تعبت بالعطلة بس احتاج الدوام، شفت روحي مسيطرة على المواد. فكل أحب أقول لكم إذا عندكم طموح وتحبون الشيء اللي تردوه راح توصلوا أكيد، وأنا كان طموحي طبعاً والحمد لله طلعت طبعاً. إن شاء الله إن شاء الله توفيق لكم، وأنتم إن شاء الله تكونوا زملاء في المستقبل. أول شيء تنظيم الوقت أهم شيء، وهذا شيء منام هواي، لازم يعني يكون عدد الأوقات النوم قليلة، منام هواي نضيع وقتنا بالنوم، وهم الإنترنت أكيد لازم نبتعد عنه، من ما نضل هواي على الإنترنت. إذا يعني إذا ردنا أكثر شيء إنه نستغل الأشياء مفيدة، مثلا إذا ردنا نقرأ عليه يعني نقعد على الإنترنت عادي، بس أهم شيء ما نضيع وقتنا هواي بالإنترنت، لأن كلش هذا الشيء خطير. فأني أكثر أشياء اللي تعبت عنها بالثالث تقريباً النوم والإنترنت، هذني أشياء قللت منهم كلش، وهذا كل شيء ساعدني. وطبعاً أكيد الثاني كلية الطب هنا بالعراقية معدل عالي، أكيد لأنه تعبت وتعبت عن الأشياء اللي تلهيني واللي ما ساعدني إنه أطلع معدل. شكراً. وكان لابد أن نذكر زملائنا أطباء الأسنان ونصائحهم. طالب أسنان هم من المرحلة الأولى مطلع معدل، وإن شاء الله راح يوجهكم شنو النصائح. تنظيم الوقت شيء كلش مهم. وخطا يوقعون به اغلب الطلاب السادس اللي هو يقولون اليومي طبعا مع المدرسه، فشيء كلش مهم. انا بالنسبه لي كنت اعتبره اهم من الامتحانات، يعني كنت اقرا يومي بالمدرسه او في الامتحانات، بس لما اجي امتحن انا اتذكر على يوم عادي اجاوب. فاليوم شيء جدا مهم لازم يدرس. والمعهد المدرسه يعني اذا ما عندهم محاضرات مداخل خصوصي عادي يوتيوب. A few moments later. هذه نظمون وقتهم مثلا ساعتين هالدرس. بالتنظيم ما في شيء صعب، ما في شيء صعب. شكرا. همينا ويانا طالب طب أسنان طلع معدل، وراح يقول لكم شلون نصايحه وشلون تحققون حلمه مثل ما هم أو أنت تحقق حلمك. يعني ماشي لك، يلا عشان أسرع. يلا نصيحة واحدة بس. حملوا كتاب مقبلين على المراجعة يعني. حملوا كتاب دليل الطالب وانتم تستفادون. دليل الطالب ايش؟ دليل الطالب سادس اعدادي اعتقد علي حاتم خيون، يمكن اتلغ هذا بعدين. هاي نصيحة بس؟ يا اخي هاي نصيحة تستفادون منها. نزلها. يعني ماكو داعي القومة، ماكو داعي البوبجي، ماكو داعي القومة، ماكو داعي لاي شيء. كلها سبعة تدخل. بعدين تلاحظون على كل شيء، كلية الطب شيء جدا راقي. زي نصيحتك لهم يعني نصيحة الشخص والطموح وايش تحفيز؟ اقرب اقرب قد ما عندكم طاقة، هذا أفضل شيء لازم. الحقيقة هنا كلية الطب شيء غير مستحيل. يلا حملنا. متى تخلصون من السادس؟ تشوفون فرحة كل شعب الجناب احنا خلصنا منه. ما يقرب بعدين نصيحتك الأخيرة؟ أقوى زين بدون ضغط على راحتكم. كل يوم فرصة جديدة، حلمكم بانتظاركم.